نعم ريف، يعني سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا هنا في عين التنين بالرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونقلوا إليه العناوين العريضة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في دارة السفير السعودي في اليرزي وليد البخاري، ولا سيما في ظل الجمود السياسي الذي يحيط الملف الرئاسي، ولا سيما أيضا في ظل الخطر الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهناك حث على جميع الأطراف اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، ولا سيما نحن على أبواب استحقاقات دولية وأقليمية وربما مؤتمرات أو أي يعني خلينا نقول اتفاقات دولية أو أقليمية في هذه المنطقة، خصوصا بعد اشتعال حرب غزة. إذن السفراء اللجنة الخماسية يحثون الأطراف اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية. السفراء ولدى مغادرتهم عين التيني أكدوا أن الموقف موحد وأنه يمكن أن تستكمل هذه الجولة ويلتقون أطرافا سياسية أخرى. كذلك الأمر يعني نقل الرئيس بري أجواء الاجتماع وقال أن الاجتماع كان إيجابيا جدا وطغى على الاجتماع هذه الإيجابية، وقال أن الموقف أيضا كان موحدا وأن الاجتماع مفيد وواعد. إذن هذه الجولة اليوم التي قام بها سفراء اللجنة الخماسية هو استكمال الاجتماع التحضيري والتنسيق الذي حصل في دارة السفير السعودي، وأيضا السفيرين المصري علاء الموسى وأيضا الفرنسي أكدا أن هذه الجولة قد تستكمل ويلتقون أطرافا سياسية أخرى في مسعى منهم لحث الأطراف السياسية على وصول إلى نقطة مشتركة بين الأطراف السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية، ولا سيما أن هذا الملف دخل في يعني البراد أو الثلاجة السياسية وهناك جمود كبير في الملف الرئاسي. إذن هذا المسعى أيضا يأتي قبل زيارة مرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لوديان إلى لبنان ليعني مسعى جديد للجنة الخماسية. وكانت تحدثت معلومات صحفية عن أن اللجنة الخماسية وعلى المستوى الوزاري سوف تعقد اجتماعها في بيروت، وهذا طلب من الولايات المتحدة، ولكن يعني لم يصح لنا حتى الساعة التأكد من هذه المعلومة، ولا سيما أن هذا المطلب يعني قد يكون صحيحا أو قد لا يكون غير صحيح، سوف نتأكد من هذه المعلومة. إذن السفراء غادروا بطابع إيجابي من هذا الاجتماع وأكدوا أن الموقف موحد لجميع أعضاء اللجنة الخماسية وأن هناك لقاءات سوف تشمل أطرافا سياسية أخرى لحث المسؤولين السياسيين على انتخاب رئيس للجمهورية. نستمع إلى أبرز ما صرح به السفير المصري علاء الموسى. لا 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 حنجتمع ونتفق على كل شيء إن شاء الله. لا لا أنا لا أتحدث تفاصيل يا جماعة، لن أتحدث تفاصيل. التفاصيل هتعرفوها طبعا 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 هتعرفيه في المستقبل إن شاء الله.